ايه السؤال الاول؟ هلا ما تيجي الاسئله دكتور عماد استرحقني السؤال. اذا كانت المراه في فصل 12 هي الكنيسه، فهل الكنيسه ولدت ولدا ذكرا والذي يسوق الامم بعصا من حديد؟ فهل الكنيسه ستسوق الامم في يوم القيامه؟ ايه هو يسوع، هو ابن البشريه، هو كل الرموز، الرموز هي فوق الدخل. هوني اكو دانيال 7، هوني اكو هذا الانسان اليرجلين من البرونز اللي كلها هي. هل الصور بالحقيقة متداخلة؟ يعني طبقات هي. ففعلا مو بس الكنيسة راح الدين، أنت راح الدين. يقول الحق، يقول الحق أقول لكم ستجلس ستجلسون على 12 كرسي وتبينون أصلاً إسرائيل. ليش في مريم العذراء أبونا؟ أنا بعرف لي تفاسير كل مريم العذراء. جاوبت على هذا السؤال قبل كم يوم. مريم العذراء هي أيمن أم الكنيسة ونموذج للكنيسة، وممكن إحنا نقرأ بها مريم العذراء. بس مريم العذراء لاهوت مريم العذراء امرأة الدراسة، أقول لاهوت جزء من لاهوتنا نسميه لاهوت المريم ماريولوجي. لاهوت المريم كل الرموز اللي نحمل هي العذراء، وجود العذراء داخل العهد الجديد والمسار مالتها اللي قطعته من البشارة إلى حلول الروح القدس رافقته. يمكن نحتاج الى ان شويه محاضرات لاهوت مريم العذراء ضروريه، بس انا اعود الى الانتظار للكتاب اللي يمكن نشتغل وانا وابونا الكبير ابونا ان شاء الله راح يطلع يعني خلال كم شهر حول مريم العذراء، دراسه حول مريم العذراء في الكتاب المقدس وفي التقليد الكنسي. والكويس انه عملونه خلال عدة سنوات لاهوتيين كاثوليك وبروتستان اشتغلوا سوا، وهذه في الحالة جدا نادرة، لأن أكو فريق علماء كبار يسموه فريق الدومبر في منطقة في فرنسا اسمها الدوم، اجتمعوا الاهوتيين وقالوا خلي نحل المشكلة، ليش احنا ابتعدنا عن مريم العذراء؟ وهذه مريم اكو فريق لاهوتي بروتستانتي صار كاثوليكي اسمه ماكس كيوريون. قالوا له ليش صرت كاثوليكي؟ قال مريم جابتني. واتصور مريم راح تلمنا. راح تلمنا. ولما نكشف لاخوتنا اللي ما يحبوا مريم العذراء كثير او ما يعطونا الاهميه، يمكن هو جاهل عنده وعدم قراءه للكتاب المقدس. بس انا وياك، انا هم اقرا هاي المره، اقراها مريم واشوفها مريم. بس اكو اخوتي غير الكاثوليك يقراوا غير قراءه، فاحترم قراءتهم وانتظرهم يجون يمكن في اليوم يسالوني. زين، ما رايك الذين يعتقدون ان التفرج على قداس في القنوات الفضائيه أو صلاة يوم الأحد في البيت يغني عن الحضور إلى القداس يوم الأحد؟ العفو ثم يا صاحب السؤال. ما رأيك يا صاحب السؤال بالقنوات الفضائية اللي تبث أكل؟ هاي السيدة اللي تعمل أكل، هذول يطبخون بالتلفزيون وتاخذ المقادير وتحط واحنا نبعد ما نعمل. هذا جوابي.
هل هناك مختارين من غير الديانة المسيحية؟ أي غير مؤمنين بالمسيح بمؤمنين يسوع؟ لا، الكل مدعو بالنسبة لنا بالنسبة ليسوع، بس المختارين هم دائما مؤمنين بيسوع. ليش؟ لأن المختارين يخدمون يسوع، بل يكونون غير مسيحيين بس يؤمنون بيسوع. أو يؤمنون بيسوع وهم غير مسيحيين. ممكن أعرف أن الناس كثيرين من هذا النوع، يعني قلبهم نور، يعني من لقوا من أقرب غاندي أكتشف هذا يؤمن بيسوع بطريقته الخاصة، بس أتصور هذا كثير خير سوى لدي الحياة. وكثير الموت هو موعد الالتقاء بالعريس، أي الشوق إلى المستقبل وتحقيق تعال أيها الرب يسوع. فهل خوف جميع الناس من الموت وجهل؟ هل يجب علينا أن نستقبل نتشوق للموت بفرح عظيم؟ أتمنى أبدا ما قلت أن الموت هو يوم اللقاء، بالعكس يزول الموت. ويسوع أبدا ما يقول أنه وراء الموت هو الملكوت، أبدا. ليأتي ملكوتك هسه. بلا موت من الواقفين هنا من لا يرون الموت. لا 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 لا، لا تخلط بين ما تصوره عن ما بعد الموت وما يحكينه. كل العهد الجديد هو سفر حياة ما سفر الموت. فأنا أصور ما نستقبل الموت خاصة الخوف من الموت والشيطانية، يسوع خاف من الموت. لا لا، بس السؤال شلون هذه الحياة اللي المختلفة في حياتنا تظهر بحيث ماكو موت يخوفنا؟ ذاك الوقت راح يمكن جسدنا ينطفي من كيفه بدون أن يكون القلق الوجودي هو الذي يتعبنا. الكتاب المقدس يقول أنه ومات إبراهيم فشبع من السنين. شبع لأنه شاف أولاده، شاف أحفاده، شاف. أنا ما أعرف إيش هذا اللي وقعت هنا فوزي. بالنسبة لي ما عندي كل شيء. أوكي حتى لا يفعلني عدوية ولا مخلية كتيرية ولا مخلية كتيرية لأنه أشوف أنه بعض الأسئلة ما يمكن أن تبقوني ليس نتيجي. إنما قلت أن الكتاب المقدس كتاب زمني، هل يعني أنه يتطور مع تطور الحياة؟ وهل يناقض الآية التي تقول لو جاء ملاك من السماء وبشركم بغير ما بشرناكم فهو من الشيطان؟ مشكلتك كم تاخذ آيات من هون وهون، بس ما قريت القبلة ولا البعض. هاي المشكلة مالت الاستعمال مع الآيات. لا تقرأ الكتاب وتشوف اللي قبل الآية وبعد الآية، لأنه من شلحة الآية من نطاقة اللي جاء منه، لأن هذه الآية اللي جبتها من جاءكم ملاكم وبشركم جئتي من أنه أبو كان بلا بالكنيسة كتبها يمين يسار بمحتوى الإيمان اللي جابه بولس وخيبشر فيه الكنائس. أما من أقول الكتاب زمني لأنه الله دخل بالزمن مالنا، ولهذا عندنا الزمن الفصحي، عندنا الزمن الميلاد، عندنا الزمن بالحياة مالنا. تطور الحياة هذا اللي انت قد تحكي عنه قصدك داروين وما داروين؟ لا، تطور الحياة هو تطور حياتك انت الالهية، انت وجودك انت، لانه انت من كنت صغير تطورك كان بيولوجي، بس من بلغت وصرت رجل او امرأة
تطور أجسام آخر. ما هو بس بيولوجي؟ توقف جسمنا في عمر 13 14 سنة، توقف النمو وراح ينزل وراح يتغير، بس أكو شيء ما يتوقف عندنا هو الحياة الروحية. الحياة اللي بينا أكو حياة أخرى، حياة الفكرية، حياة الروحية ما تتوقف. وحتى لو توقفت الحياة الفكرية في مرحلة ما، حياة الروحية أبدا لا تتوقف. هذا سمينه تطور الحياة يا عزيزي. هو الكتاب ما كان موجود في وقت ما بولس حكى هذا الحكي. الكتاب ما كان موجود. تمام. أبونا كيف تفسر رحمة الله لنا ولإيمانهم لنا في نفس الوقت؟ أنا أفهم رحمة الله ولإيمانهم لنا كلنا على حدة، لكن لا أفهم الاثنان معا في نفس الوقت. الله من أفضل الأيقونات هي أيقونة ما المسيح يسموها أيقونة سيناء. يمكن كثير ممكن يشتمها. وجه المسيح مقسوم قسمين، وجه الغضب ووجه الرحمة. يريد الفنان يقول بأنه هو بنفس الوقت ديان وهو بنفس الوقت رحوم وحنون. إيدين نادرون من يحضن ابنه، إيد أب وإيد أم، إيد اللي تحسبه للولد وإيد اللي تهن عليه. أكيد هذا فرنجان شوية شوية يحتاج خبرة، يحتاج خبرتك أنت. ما أعرف الكتر أشبك عمره، ولا ما أعرف إذا عنده ولا، بس أصور عنده الله معك معانا نفس المشكلة اللي عندك أنت مع أولادك. يعني من جهة لازم تكون حلو، من جهة لازم تكون حزين، من جهة لازم تطلب الودي يعني شوية كثرة، ومن جهة لازم لأنه تطلب تخلينه يخلينا نعجب عليهم وراح طويلة. فمن كل أمانة الذي في السماوات الحقيقة هو أمانة هم الذي في السماوات يعني محتاجين. إيه أنا أحاول أن أوفق بين الاثنين، ومو سهل، وأصور مو سهل علينا أن نوفق بين الاثنين في حياتنا. هل يجب أن نأخذ كل ما مكتوب في الإنجيل وخاصة العهد القديم حرفيا؟ أم نفهم معانيه مثلا القصة أنها قصة حقيقية أو مجرد قصة للعبرة؟ الحرف يقتل. ما أنا قلته مرموز هذا حرفيا لا. ولهذا نحتاج هذا الكتاب الضخم، نحتاج إلى أن نقرب منه وشوية نتأثر منه نفتهم قصة آدم وحواء. هي قصة مأخوذة من أساطير قديمة، بس بيها معاني كثير. هذه المعاني ما كنت استخرجتها حتى أنت راسم تطلها على أساسية حرفية أو أسطورة. ما بقي نقرأ كتابك حتى سنة القرن السادس عشر. اليوم اللي يدرس عندي يهود ويدرس عندي فلسفه اريد اذا ما هو يشتغل مضبوط عندنا مقاييس. ما يصير يضحك على العالم ويقدم هاي لازم تتلعب في الماليه. قبل ما مكتوب الكتاب المقدس انه لازم نقرا حرفيا ومثل ما هي، يعني مثل ما مكتوب كتاب طب او كتاب علم. حتى الطب ما قطعي، هو يجي واحد يجي يكتب كتاب طب بعد 50 سنة يجي واحد يكتب كتاب أحسن منه يلغيه. هذا ما ينبغي مو لأنه ثابت حرفيا، بس لأنه نقدر إحنا نقرأ بالمعاني اللي بينه ودائما هو جديد. ولهذا يسوع ما نرى عن العهد القديم، قال قيل لكم وأنا أقول لكم جددوا. ويروح القدس اللي بيه يساعدني أن أقرأه بحب وعشق. أنا أعشق الكتاب المقدس، فيقول كل يوم أنا عمري 14 سنة ولسه أقرأ بيه وأتذوق. وإذا ما أكون في مكان عصي صعب ضربت نفسي، رحت لدرس النظرية دائما
لأن كل الناس كانوا يقولون يا أبو تلام بين العين والدين. شفتوا أنه ما أبو تلام بين العين والدين، رحت لدرس وطلعت من تلام. هم درست له تلام ولا درست له يعني درست له يتخبر. حرامات كانوا يقولون طيب بلا عشق وقلت له واحد درست له. البارحة تكلمت عن التداس وعن اليهودة أنهم تناولوا عينين للمسيح وهذا يعتبر تناول، لكن هل هذا التناول جعل الشيطان يدخل في يهودة مع العلم أن التناول ينظف ويحرق الخطيئة؟ أرجو التوضيح هذا. شكرا شكرا. أنا قلت له بجيب يوحنا أكو غسل أرجل وأكو مو بس يهودة أكو بطرس يزعل يزعل يفور يقول ما تغسل رجليك ما تغسل رجليك. ليش؟ لأنه بطرس ما هي بس بطرس راح ينكر يمكن ينكر يسوع على عسى انه يعني يسوع يخلص بيه بس يهودا ما يخبر سر الدجس ويسوع من راح يقدم له اللغمي يقول الذي سيسلمني اناوله اللغمه. بعض المفسرين يعتبروها رمان يعني لغمة هي لغمة جسد العربي. اللغمة هي لغمة الرمان العربي. فيهوذا نابع من إيد يسوع لغمة المحبة. إيش من لغمة؟ جسد يسوع هو لغمة المحبة. يذوقنا ذوقنا جسد. ما يتجاوز الله التناول قضيتنا، ما يتجاوزها، احنا لازم نتجاوزها، إرادتنا تتبحر. بطرس نجح، يهوذا سقط، لأن من طلع إيمان بطرس، نجح الدور الثاني. المؤمن لا يخاف من الموت، المرض الشيخوخة، وكذلك معتقد الامتحان هو أيضا لا يخاف الموت ويموت من أجل ما يؤمن به. إيه، بس هذاك شكل وهذا شكل، هذاك غسل دماغ، بالإنجيل ماكو غسل دماغ. من أراد أن يتبعني، من أحبني عجب هذا الامتحان يحب أجبه براسه. أنصح السائل أن يقرأ كتاب كان ينكتب سنة 1960 دكتور فخري دباغ، اسم الكتاب غسل الأدمغة، علم النفس مع غسل الأدمغة. أنا أشوف دكتور فخري دباغ شجاع أنه بالستين نبأ أتوقع هذا غسل الدماغ اللي يصير عند الناس هذول المساكين الانتحاريين ما عندهم علاقة بلا الموت اللي حكيت عنه ولا الحياة اللي حكيت عنها. هذول المساكين ولا تنسوا غسل الدماغ ما هو أبدا من العالم الإسلامي. غسل الدماغ بدعة داخل كل الديانات. عندنا انتحاريين بالمسيحية غسل الدماغ، جماعة جيمس جويس اللي انتحروا في غويانا قبل كم سنة 800 واحد بدعة مسيحية بروتستانتية. عندنا بدعة انتحارية من زمن الحشاشين مال الصباح في قلعة علموت في جبال إيران. عندنا انتحاريين باليابان في ديانة اسمها بدعة عوم اللي حطت راس السارين في مترو طوكيو وقتلت 100 شخص. عندنا انتحاريين عند الهندوس، عندنا انتحاريين كل الأديان. ليش؟ هذول بدعة تقتل وتقتل وتخلي ناس تنتحر. تقنيات اليسار واليمين. عندنا انتحاريين في جماعة بادر ماينهوف في ألمانيا،
سنة 1960 60 67 بهذا المنوع جننت جننت ألمانيا. هذول اللي كانوا أيضا الاتحاديين الاتحاديين عندنا جماعة الألوية الحمراء مال إيطاليا، وعندنا القمصان السود والقمصان الحمر وكل الإنتاجات والكلاوات اللي بزعتنا في القرن العشرين قرن الأيديولوجيات. الله يخليك لا تقارن بين الأيديولوجيات وتقارن بين ديانة يسوع اللي يقول لا تخاف من الموت. ما عندنا علاقة. الرؤية، هل من الممكن أن تكون نهاية حياة الإنسان الصالح وكما أعتقد أنه سيكون مع الرب هو قريب هذا الوصف الرائع، وأننا نعيش في هذه الحياة على أمل العيش في تلك المملكة التي وصفتها في كلامك؟ إيه بس شوية شوية بالتخلي. تعرفون أكو ناس يقولون ليت الشباب يعودوا يوما ليعلمه بما فعل المشيب بلاجات. لأن كل مرحلة من العمر إلى لذة. إن كان عمري 20 طيب يوم، صار 30 طيب يوم، 56 طيب يوم، هسه 62 طيب يوم، ماني أرجع ورا. ولا أريد أرجع ثانية واحدة ورا. ليش؟ لأنه إذا قبلت بعمري وقبلت بأمراضي وأوجاعي وحياتي وعندي موعد وأشكر لأني أشكر لهذا العمر وعندي موعد معانا، ما راح أبكي على الشباب ولا على الماضي. ويجي يوم أبدي بالتخلي. أنا حسيت بهاي الحنين بيني وبين أخوي. أخو 24 سنة فقط من العمر، فكان من كبرته كنا نمشي سوا، الناس كانوا يصورونه هو شعره كان أبيض أسود وأنا شعري يعني مثله، فكان يحسبونه أخوي. اكتشفت هو بدأ يتخلى الخاطر هذيك اليوم ريحة بعد العلاقة. قال لا يا ريت اشكلك انت مؤيد. من يبدي الاب يرضي اولاده ويقبل بحياتهم وشبابهم واشياء اخرى كثيره، حسيت فكانه هو يقول علي ان اصغر وعليه ان يكبر. هذا التخلي، هذا الانسحاب، ما كل الاباء يفهمون عنه. اخو اباء يحطون ايدهم على اولادهم، لازم تمشيون، لازم تعمل اشكل، تدخل هاي الكليه وتعمل، لا فكيها جيوا شوية فكيها عنهم. هذا الحوار الطيب بالانسحاب يعلمهم أكثر من سلطويتك. ولهذا أنا أتصور أنه التخلي هو التخلي عن كل شيء ممكن حلق منه هذه الحياة. أفكي أخا هذاك الوقت من يجي زمن العبور راح أعبر وأنا مرتاح. ما عيني شيء ولا عيني فد مهدة أو فد لذة أو فد سلطة أو فد شيء. بس تعرفون من هسه تقدرون تتخلون تتدربون على التخلي. أشوفكم أنت. باقيات من